مساء الخير، برحب بالجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مثل العادة منقوم بجولة على آخر أخبار طلاب الأكاديمية لتكونوا على اطلاع على آخر الأحداث والمواقف وتحركات الطلاب. الليلة البداية مع سهرة جديدة جمعت الطلاب مع الفانز من خلال السوشيال ميديا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بالسوشيال ميديا نايت برايم 10. عزة عباس keep going رافي a lot of love and support from Tunisia it will mean so much if you scream عزة عزة يا عزة بيسو أواد المغرب أحلى تحية من الجالية المغربية بفرنسا لرافائيل thank you بلا بحبك وبموت فيكي بصيري أنيس وغني أنتي وأنيس وهوبة ليبي وراك وجمهور كبير كتير ليبي من عشاقكم ثانك يو بشرة غني أنتي وأنيس وهوبة حاجة ليبي حاجة وات ممكن تغني لهم حاجة إنجلش يلا يلا ابتدي انت وانا ماني معك اوكي right from the start you were a thief you stole my heart and I your willing victim I let you see the parts in me that weren't all that pretty with every touch you fixed them عباس برنس بالنظارة اكتر احلى اكتر المفروض ياخد ملك جمال الاكاديمي بصراحه شكله وصوته ورقيه وجنتله مش طبيعيه ميرسي نيفين جمال شاملنا من ساعتين ميرسي نيفين امين بوعزه بون شانس انوس جو تام بوكو مامبو ثانك يو امين سانشيز منال ماروكو مون بو فرير بو فرير اوه Anis Bourahla reste fort et chante pour Saho, Salem, Ala, Ihab. And I will always love you. Will always love you. توحشتك بزاف وان شاء الله ترجع لينا ونشوفك نشوفك في الاكاديمي ومتع عليك وشكرا لكامل الناس اللي شجعوا على السوشيال ميديا شكرا للجزائر وشكرا لكل وطن العرب دندنتي قلبي بموت فيك يا فخر مصر يا اصيله دندونة حبيبتي انت روح الاكاديمي بنت مصريه جدعه ركزي كويس وسلامي لهايدي ومبال وانيس وغني لي مع هايدي وعباس رافي مروان والدنيا حلا كده والدنيا حلا كده والدنيا حلا كده اشيلنا بالمعكوس جهاد بيلا هارد يقبرني يقبرني قلبك قلبك مروان يا حبيب المصريين بنحب جدعنتك وهزاركم مع بعض ركز في الايفال اوكي بتحبني يا مروان طب قد ايه على 10 10 ثانك يو قلبك هايدي الملكة لا دينا بحبك قوي يا ملكة إلى الأمام واهدي أغنية للملك علوش اللي وحشنا قوي ياسمين
حبايبي ربنا يخليكوا. حاضر طبعا علي وحشني قوي جدا وبجد مفتقدينه قوي في الاكاديمي. اغني لك ايه علي؟ عايزين نغني له حاجه خليجي. خليجي بالظبط. الاماكن كلها مشتاقه لك، والعيون اللي انا رسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس انا حبيبي، الاماكن كلها مشتاقة لك. بن كريفة، افتخر بانني تونسي، حب وطني واجب، احب تراب بلادي وارفع رايته، باخلاقي ارتقي، هذا نسيم رايسي. او ثانك يو. الحب ديال إياب، اكتب اسمي واذكر اسمي، امل من الجزائر، تحيه الامال، نحبك نموت عليك. ثانك يو ثانك يو. قبل البريك بذكركم مشاهدينا انه صوتكم بيعمل فرق وبيرجع واحد من الطلاب على الاكاديميه. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع تعليقات الطلاب وردة فعلهم بعد سهرة السوشيال ميديا. شو حابب وضح موقفي؟ ما أنا يا ريت بيجيني فرصة بس وضح موقفي على اللي صار بيني وبين حنان. بيه آخر شيء إنه العالم شافت إنه أنا لا مبالغ بآخر شيء بآخر فترة بحنان. ليه؟ لا مبالغ بدون قصد. هنا هيك انه اللي بحبني اللي بحبنا انا وحنان عم بقول انه لا مبالي من دون قصد، واللي ما بحبني تبعينكم كثير يعني عم يعرف كل شيء تبعينكم كثير. ايه بس وليه لا مبالي؟ قال انه من المنافسه. انا بدي افكر في المنافسه بيني وبين حنان. لا فكرت يعني ركزت عن حالي اكثر ما هيدا. بس ما بدي اعمل تب. لا بس مش بده يعمل يعني هو شو بدك تعمل؟ حنان حنان عندي كانت بعدها بعدها بيهتم فيها بس انه شو بده يعمل يعني اكثر من هيك يعني شو اذا يعمل. اذا ما ركزت على الايفالك وما ركزت على البرايم ممكن تخرج بالنهايه. انت يعني انت جاي شخص خي تهتم فيه مش جاي اهتم انا مش 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 واجب. انت جاي توقف حدا. انا يعني انا حبيت وبحب اوقف حدا وبحبها لهي يعني يا خي كلنا بنعرف هالشيء. شو بك؟ انا دائما كنت حدا لحنان رغم كان كل كثير عالم وقف ضده بالاكاديمي، صح ولا لا؟ خي بلا لانه هي يعني اوكي ما حدش فهمها. العالم بلا شافها الا انت، ما حدش فهمها الا انت بالاكاديمي الان. اوكي بس العالم شافت هالشيء يعني بس شافت انه رافائيل هالقد حدا ليه وصار لا مبالي. بس انا ما حسيت صرت لا مبالي، صار يبين اكثر انه نحن بدنا نعلق ونحن بنقلل احترام. يعني انا مره عيطت طلع صوتي عليها وصار مجزر. بس انه عن جد ما حدا بيفهم عن اللي بيصير عم بيصير هون. وحياه الله ما في غير حنان. انا راد تعرف شغله واحده بريحتني انه حنان بتعرف شو صار وبتعرف اللي صاير بينه واللي اللي انا وحنان بيناتنا. بتحبك يا زلمه. بتحبك انا بيناتنا انا ما بعرف ما. انا بتحبك كثير. لو بتحبك يعني ما بتفتح مجال ابدا لتحكي معها هيك عادي. دبر ما كنت شي مشكل ما قد خلق من المشكل لمشكل. وقت اللي بدها توقف حدا وقت اللي هي بحاجه ما وقفت حدا ساعتها فيها كثير بيحكوا. اما انت لا اذا وقفتي للشغل ديالك وقفتي على الايفال ديالك. لا ما هي كان يقطع فتره تقول لها رافائيل ما عم تساعدني. طب يا حنان قولي لي شو بدك. تقول لي خلص ما بمشي. فهمت قصدي؟ بتعرف انه كاركتر لحنان بايام هالوضع لو كل شيء ما فيك تفهمها يعني يعني يا بدك تكون واقف حدا كل الاوقات يعني ما يا ما فيك مثلا تكون واقف حدا انه يا ما فيك تكون مثلا بس بالمجمل يعني. انا دائما حدا وهي بتعرف وبتعرف قد ايه بحبها وبتعرف. خلي كلنا شايفين هالشيء كلنا شايفين هالشيء.
أنا لحظة عنك تبعدني ولا ممكن أقدر أتصور. عباس كان نسيم فاكر إن أنا قلت لكم حاجة. دخيلك بغيابك عني ما بعرف لحن ولا غني. بالهم كنا إحنا متفقين وسألني مروان نفس السؤال. قلت له يا ما بعد ردت هايدي قلت له احنا متفقين انه هناك اخس لهايدي النص وانا النص. لما قلت لها خلي بعد السوشيال ميديا قالت لي مش منظر. اوكي لا خلي النص خلي النص. اجى رافائيل وينك؟ صار لك ساعة هايدي عم تغسل صار لها هايدي صار لها ساعة عم تغسل لحالها. انت ممكن انت ممكن حتى ما تغسلش مع هايدي هي تغسل كله. بس عارف الفكرة في ايه؟ حوالين المطبخ الحتة اللي تحت البار والحتة اللي فوق البار لو في اكل لو في حاجات لو في كوبايات مثلا تديها لا الحاجات دي انت ممكن ما تعملش معاها بس دي هتساعدها لسبب انت بترتب حواليها يعني الاثنين اصلا اللي بيبقى عندهم اليوم هما بيعملوا كده صح مش بس بيبقى على الحوض فاهم فانا مشكلتي ان انا سامعك جوه فانا بقول له يعني انا لا واقفه والحاجه كتير والحاجه اللي احنا حوالينا اللي عاملين فيها على البار انت قلت له طب نسيم ليه ما بيجيش يعمل كذا فقال لي تعالى نروح نديها له من ايه من البار فجاي لك انا بقول لك عادي يعني بقول لك بهزار مش مثلا متضايق جاني عباس رافائيل عمروان يعني كنا نحن متفقين انه بعد السوشيال ميديا مش نغسل ما ينشي شيء بس عاملين لك بالاماليه بس خلاص هات شيء اوكي يعني هي قررت انها تغسل وحدها قالت لي بخلي لك بس شوف ما خلت شيء انه مقررين انت وياها نسيب بس على الواتس بس دقيقه نحن مش اصلا بس ليش عم تخليش لوحده بس يعني حسيت حالي مذنب كل الناس اجتني وليش عم تخلي هايدي تغسل لحالها يا جماعه انا مش قلتلكم كذا مره ما حدش يتكلم مع حد يغسل مواعين غيري ممكن ما حدش يتكلم مع حد نسيم انا قلت لك يا حبيبي هسيب لك وسايب لك حلل كله يا جماعه او عامل مشكله مع عباس وعامل مشكله مع رافائيل وعامل مشكله معايا وعامل مشكله مع الناس كلها حاسس حالي انه حسيتك انت مش هتحكي معاهم كلهم انه نسيم خلينا اجلي وحدي عادي قولي نسيم تعال سوري انا زعلت عليك سوري لا والله إذا حابين تكونوا إلى جانب الطلاب وتابعوا البرايم مباشرة فيكن تربحوا سفرة على بيروت إذا شاركتوا بمسابقات CBC عبر www.cbc-eg.com وبآخر حلقتنا الليلة منعلن أسماء الرابحين لهالأسبوع بريك ومنرجع منتابع يوميات ستار أكاديمي. الطلاب لازم يتعلموا اتيكات التحية والتعارف لأنها مهمة جداً لحياتهم بعد الأكاديمية. خبير المركز الشخصي ميلاد حتشيتي خصص حصة لهالموضوع. مرحباً. واو بلشت زينه. كيفك ما بال؟ منيحم. صفا؟ هاي هايدي صحتين؟ مش الحال؟ صفا؟ تو با بيان؟ منيح الحمد لله. هاي. صافا؟ من صوتك ليش صوتك رايح؟ استاذنا. امين. قول حبيبي. هاي جينا كيفك؟ صافا؟ مش الحال؟ يعني يس. شو خلصتوا زينة أو بعد؟ لا بعد. بعد؟ هاي صافا؟ موجود. مش الحال؟ الحمد لله وأنت؟ قلت الحمد لله. كيفك؟ تمام؟ مش الحال؟ شو فيك؟ بردان. شو؟ أنيس؟ شو ما بعرف ليش ممكن سقع وزعلان ليش بكتفي انا اليوم عم بحكي انت اليوم بكره طلعت من الاكاديميه عندك اليوم بكره اجتماعات عمل بالنهايه اليوم انت بالفن في للفن سايد اللي هو البزنس صح مزبوط اكيد في جانب من الفن هو البزنس وانتم لازم تكونوا على اطلاع
وكمان لازم تكونوا على معرفة كيف بتكون تتعاملوا. لما بقول كلمة أستاذ أو مستر، هذه اللي تعرفوها بالإتيكيت، ما بلفظ الاسم الصغير للإنسان، بذكر اسم عائلته. مسجيد اللي عندك أنا ما بتعيطي لي ميلاد ولا بتعيطي لي أستاذ ميلاد، بتعيطي لي أستاذ حتشيتي. هيدي بالإتيكيت، أستاذ حتشيتي، مستر حتشيتي، مسيو حتشيتي. قصة التعريف بالإتيكيت كمان تخضع إلى أدبيات، في الأدبيات بهذا الموضوع، خاصة وأنه مرات كتير لازم أعرف كيف بدي أعرف عن حالي وشو بدي أقول عن حالي، يعني أو حتى إذا أنا بدي أعرف أنيس على دينا شو بدي أعرف ومين بدي أعرف عن التاني. جريت. إذا دي اليوم هايدي عم تشتغل على ألبوم، محمد هو ملحن للأغنية وإيهاب هو رئيس قناة تلفزيونية، التقوا ثلاثتهم بسهرة، شو رأيكم بهالسيناريو؟ سؤال بس، لا بدي اياك تعرفيهم على بعض ونرجع اسألي. يلا مين ومين؟ سو محمد، محمد هو عم بيلحن لك الأغنية، اوكي، وإيهاب هو رئيس قناة تلفزيونية. انا اعرف إيهاب واعرف محمد. انت بتعرفي إيهاب وتعرفي محمد، كيف بدك تعملي التعريف؟ اقدم محمد لإيهاب عشان محمد. قولي لي كيف السيناريو، يعني يلا قولي لي اياهم. اوكي يعني استاذ إيهاب عايز اعرف حضرتك استاذ شو عائلته؟ امير. امير بس انا يعني عارفاه اصلا. ايه بدك تقولي له استاذ امير اسمح لي اعرفك على اوكي استاذ امير عايزه بس اعرفك على حد. ايه احلى احلى مش عايزه اسمح لي. باللغه الانجليزيه بنقول allow me. Let me. Allow me. اسمح لي. لانك عم تهدي يعني بعد اذنك. اوكي يس allow me او بعد اذنك. يس يس استاذ امير بعد اذنك عايز اعرفك على ملحن شاطر قوي من بلدي. غلطه غلطه. عم بتقول شو بتقول؟ اول شيء بالتعريف ما بحط ايدي على، لا ما بحط مشاعر. ملحن شاطر قوي يعني قصدي ما بعرف على حدا كانه صديقي، هيدي غلطه بالتعريف. شغل هذا شغل بس غصب عن الندى بيحصل. ما هو انا عم اقول لك هون ليش عم اقول لك هذا الشيء لحتى نتفادى الاخطاء يلي بتصير. بليز وقفوا ثلاثتكم خلينا نعملها يلا. انا زيك حتى لا شو استاذ امير اسمح لي اعرفك بالاستاذ محمد عباس، على فكره ملحن الالبوم الجديد بتاعي وان شاء الله يبقى فيه تعاون منك كبير. استاذ ايهاب الامير هو طبعا رئيس قناه الاذاعه. طبعا صعبة. صعبة كثير صعبة. لا بس هيدا بكرة، هيدا بكرة، هيدا بكرة فيني فيني اعملها ممكن اخليها انا وغنيها وعملها. اوكي يلا خلونا يلا انا زعلت بس انا حترجع تجربها بس خلي محمد جرب. تعال تعال تفضل. يلا انت انا ملحن انا ملحن. لا انت رئيس، لا انت رئيس هي يلا 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 وبدنا نشوف مين بده يمد ايده وكيف حتسلم وكيف حتصير. يلا استاذ امير بحب اعرفك على الفنانه هايدي موسى، هي مطربه وانا بشتغل على الالبوم الجديد. الاستاذ امير ايهاب امير هو رئيس قناه الاذاعه والتلفزيون. اهلا بحضرتك. برافو برافو. هاي نعم شو سؤال؟ يا اوكي مسز شديد بعرفك عن اسمحي لي اعرفك عن الفنانه المصريه دينا عادل. دينا عادل ما بين جديد هي رئيسه اكبر استوديوهات بهوليوود. جريت متشرفين. ما تسمحوا ما يعني اوكي تاخرتوا لانه رجعت طر انيس يعمل لكم هيك انه كانه بلشت المسابقه انه تاخرتوا دغري لازم تحطوا ايدكم. يلا باي باي. بدك تسوت على يلا تشرفنا. ميرسي استاذ. ميرسي. باي باي. باي باي. تشرفنا. وين كنت؟ مين الشاب؟ مين الشاب؟ وانا كمان. باي باي. ايه بدي اقول لك. باي. يا دينا بدها هلا عزيز. بريك اخير بحلقه الليله مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم.
منتابع القسم الأخير من حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، وخلونا نشوف كيف كانت ردة فعل الطلاب بعد التسميات. Guys. How are you? ما أنا زعلانة أبداً، يعني أنا لا أجي أفكر بالشي اللي عملته كتير مفتخرة فيه. إن فليت الجمعة ولا ما فليت أنا كتير مفتخرة بالشي. برافو عليك. برافو عليك. بس مفتخر انت مو بزعلان ولا انت وانت عم تضحكي؟ اكيد لازم تكون زعلان شوي. شي طبيعي تاثر اذا حقنا تزعل شوي. شوي نص شوي برايم 10 بعرف قرار برايمات فينال كم؟ 5 برايمات فينال. لا بعرف بعرف بس انه فكره تعودت لكم حبيبتي. احنا هنطلع برا نشوف بعض ونكلم بعض ونبقى مع بعض بس انا تعودت بس عارفه ما تشوفنا في التلفزيون تبقى مختلفه. يا ريتني كنت معاهم في الحته دي، يا ريتني كنت معاهم في الحتة. اكيد طبعا كلنا انا لما اطلع برضو اكيد هعمل كده. انت انا عايزك تركز في انك عندك دلوقتي برايم وعندك تابلو اغنيه جامده قوي. اوكي صح. الشيء اللي قلقني انه ايه؟ مش عارف كيف تحس. شو بس انا اول واحدة بطلع نومينيه وبتضحك. ليك لا عادي انا نومينيشن من ايه بعرف. انا اصلا كنت متوقعه بس ما كنت متوقعته هو انت كمان. بس I told you on the bus everything is possible. I told you that. I told you, you know. يمكن أنا وياك نطلع نومينا. I need you to be strong, okay? You too. You too. And I have told you. You told me what? And that you're stronger than me. كلنا بنعرف هذا الشيء. It's not the point. I know. Oh. I know. But you can do it. Well, I guess I know. I've told you before. I've told you. أنا عايزاكي بس أوصل لك حاجة عشان أبقى أول واحدة متكلمة معاكي فيها. أنت لو مشيتي من هنا هتأثري معايا كتير. بجد هتأثري فيها كتير جدا. عايزه اوصل لك مسج مني يعني بجد. يعني انت برضه من الشخصيات اللي كانت قريبه مني جدا زي شانتال كده. كنت بحس معاها ان انا اقدر اتكلم. يعني كباك ستيج كهنا في الاكاديمي. ولو خرجت انا من هنا انا وشانتال ورافائيل ومروان انت قابليني برا يوم ما اوكي. اذا تعرفي ان دي بجد هتاثري فيا كتير. كل لحظة أقضيها هنا في الأكاديمي أكيد هتبقى الهدف فقط لا غير، مش لحد دي. وأنت
انتي لازم برا تعملي حاجة، لازم توقفيش كده اشتغل على حالي لازم. الأساتذة التقوا الطلاب ليخبرون سبب تسميتهم هالأسبوع وحتى يعطون فرصة يشتغلوا على نقاط ضعفهم. هاي مابن. هاي كيفك؟ منيحة. زعلانة؟ متفاجئة؟ لا أبدا. كنت مستنظرة هالشي؟ بتعرفي إنه بالبرايم ما غنيتي منيح؟ بعرف. هيدي شغلة أهم شغلة عم بتكون سبب إنه ينسوا هي البرايم. أكيد. وبننطر ساعتها التحليق بالإيفال. يعني بدك تعملي يا لطيف لتقدر تعوضي عن البرايم. عملت بالإيفال عادي. الفكرة كانت حلوة ما بها شيء، بس الغنى كمان كان عادي. ما بقى مش هرجع عدلك اللي قلت لك اياه نهار السبت عن البرايم. انت بتعرفي شو صار امبارح؟ كنت احسن، بس انا بالنسبة لي غليت كتير قليل، ما عطيتيني وقت انه اسمعك اكثر. ما بعرف ليه وقفتي، بس انه ايه بعرف ما لنا مشكله، كان احسن من البرايم، بس انا بعد بدي اكثر. سي نورمال بعمرك الصوت يكون بده وقت اكثر من حدا غيرك اكبر منك او شاغل على صوته اكثر او عنده الاكسبيرينس ميوزيكال اكثر. اوكي شدي حالك منيح، نحن كلنا معك، وبتعرفي قد ايه نحن وي تراست يور تالنت وقد ايه بنحبك. بدي اياكي تعملي الايفور انك تركزي على صوتك اكثر، ضلك تحافظي على الطبقه، تسيبي نوتاتك العالين اريح، ونشوفك احلى شيء هالبراي. ميرسي. الوغ مابيل، يعني اليوم امبارح حكينا وقلت امبارح وكل شيء، دائما عم نحكي هيدا المشكله، مش منا مشكله، بس انت بتنجحي الونغ تيرم، وانا سمعت كمان عندك طموح كثير حلو تتروحي لاوتر مير. وانا مبسوطه لك كثير 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 لانه انت رح تنجحي بحياتي. بس برجع بذكرك الونتان بده يكون نفسك طويل، اوعك تقولي ما بقى بدي، لانه انت بتوصلي. ميرسي. موفقه حبيبتي. ميرسي. باي. بونسوار. هاي انيس، كيفكم؟ كيفك؟ تمام. زعلان كثير؟ طيب. بلشت بشكل انهزامي مستسلم منهزم انه انا عملت ايفال التاسع ما كان منيح وكان بدي غني وغنيت، وبعدين رجعت قلبت وغنيت شيء تاني ما فهمناه. يعني كان الايفال مش انيس، مساقه بانه البرايم كمان كان اقل شوي من انيس. فهمت علي كيف؟ يعني ساقبت القصه على بعضها نسبه للباقيين، قديش غلطوا قديش ما غلطوا. طلع انه انيس يعني لو الايفال كان شادد هيك كان انيس زمط عادي مثل كل مره، كان من التلاميذ اللي كانوا منيح بالكل الاسبوع. هلا انا بالنسبه لي المشكله كانت الايفال امبارح، يلي هي جاي انه بدك تعوض عن الايفال اللي قبل. ومدام كلوديا ادي ليسانسييل، يعني هو ياو في تناقض انه مش مفروض تحكينا عن الايفال 9 او 8 لما انت هيدا الموضوع كسوجي تبع الايفال انت ظهرت من الاكاديمي وانت صرت على انستغرام. شوفوا الشغله الثانيه بصراحه ما فهمت ابدا لما برمت الكادر وظهرت عم بتغني، جي با دي تو كومبري لا شو ولا ليش ولا الموضوع. يعني وبالعكس يعني لما غنيت عربي بور اون فوا، يعني انت دائما بتغني اجنبي وتعودنا عليك، حسيت انه سيتي انتريسان او نيفو دو شان، على القليل هيك انه بالغنى في شيء انتريسان، بس كان كمان عم بيهرب، ما كان ما لقطته انا ما عرفته. فديكو نحن هلا فريمون اون ريغارد لي ديتاي، يعني كله تفاصيل، نحن بنشوف على التفاصيل. وهالمره كنت انت اقل من غيرك ساريف سي با غراف. اوكي ميرسي بوكو. انا بدي اقول لك شغلتين، اول شيء ما بدنا نشوفك زعلان لانه معودين انه انت تجيب لنا طاقه ايجابيه، كلنا بنعرف هيدا الشيء، فبدنا اياك حتى لو انت بهالظرف، هيدا الظرف بالعكس تيهزكم ويحرككم، ومنحس انه هي هود الناس بحاجه انه يعطونا شيء جديد. فعلا انت من هو الناس اللي نحن ناطرين منه شيء جديد ناطرين منك. عم تسالني انت دائما بتقلي طيب شو بدي اعمل كيف بدي اعمل، بعرف انك عم تسال هالسؤال، ودائما بهمك انه تعرف راينا اذا نحن مبسوطين. اهم شيء عندي انا برايي لازم تعرف انه بدك تفتش جواتك بصوتك بكاركترك، انت تقعد مع حالك تقول انا شو معقول اعطي شيء جديد بالاكاديمي،
لان انت شخص لذيذ صوته مهضوم عم تعطينا بيرفورمانس حلوه عم تعمل طبلويات حلوه بس اوقات بنحس انه بعد بدنا شيء زياده لانه خصوصا بس نصير بهالمرحله المتقدمه من البرنامج بنصير نطلب اشياء متميزه اللي بيتميز هو اللي بيبقى. ميرسي. قبل ما نختم حلقتنا بدي اقول الف مبروك للرابحين بمسابقه السي بي سي لهالاسبوع وهن مونيكا كرم وهبه طارق. تابعوا التصويت للطلاب وانا بلاقيكم بكره مشاهدينا بحلقه جديده. باي باي. ويعوض الله يعوض الله يعوض الله الدنيا لسه بخير يا الله يعوض الله يعوض الله يعوض الله يعوض الله وارجع تاني واقول لك يا حبيبي شو اغني ده الله يخليك عشان المنكب يمشي بيا كبيني كبيني يا حنان إيهاب إيهاب كبيني كبيني أنت ضعيف إيهاب 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 منيش أنا وحدي بدي نط أفضل حايل بيك حنان كب إيهاب كبيني الدنيا وارجع 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 تاني وأقول لك عشان المركب نسيت دعشوه